بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي نحسب نسبة البروتين والطاقة اللي موجودة في العلاقة؟ الجدول البسيط الصغير ده هي موضوع سهل جدا وبسيط جدا، وطريقة الحساب سهلة. هنحط الجدول هنا العمود اللي على اليمين، بنحط مواد العلف اللي موجودة في خلطة العلف، يعني مثلا موجود فيه ذرة. الذرة قد ايه في الخلطة؟ مثلا 250 كيلو في الطن. طيب نسبة البروتين في الذرة كام؟ 9%. كمية البروتين في العليقة بتساوي ايه؟ كمية البروتين في العليقة بنضرب كمية مادة العلف، بنضرب كمية مادة العلف في محتواها من البروتين. يعني 250 كيلو ذرة بتضرب في 9 على 100، يطلع 22.5 كيلو بروتين ككمية مش نسبة. احنا لغاية دلوقتي بنحسب الكميات بتاعت كل مادة علف، وفي الاخر نجمع كميات المواد العلف كلها. المادة التانية كسب صويا. كسب صويا هتبقى موجودة في العليقة بكمية قد ايه؟ وليكن 130 كيلو للطن، 13% يعني. طيب كمية البروتين اللي موجودة في 130 كيلو صويا قد ايه؟ بنضرب 130 اللي هي كمية الصويا في نسبة البروتين اللي في الصويا اللي هي 48 على 100، تطلع 62 كيلو و4 من 10 بروتين. نفس الشيء في النخالة. النخالة او الردة لو هي موجودة بنسبة 30% يعني 300 كيلو للطن. طيب نسبة النخالة في نسبة البروتين في النخالة كام؟ مثلا 12 13 14. بتلاقي الارقام دي موجودة في مراجع مختلفة، فهنفترض مثلا ان هي 12%، هيبقى 300 كيلو نخالة تتضرب في 12 على 100 تدي 36 كيلو. يبقى 300 كيلو نخالة موجود فيهم 36 كيلو بروتين. نفس الشيء بالنسبة للشعير، 250 كيلو للطن مثلا، البروتين فيه وليكن 12% يبقى 250 في 12 على 100 تدي 30 كيلو بروتين. يبقى دي كميات البروتين اللي موجودة، كميات البروتين اللي موجودة في مواد العلف اللي داخلة في الخلطة. طيب الخلطة بيبقى عليها إضافات علفية تانية، بيبقى فيها صوديوم بيكربونات، بيبقى فيها مخلوط أملاح معدنية، مخلوط فيتامينات، موجود مثلا حاجات توكسين باينر، في حاجات بتبقى موجودة في العليقة، بس الإضافات دي ما فيهاش بروتين، فعلشان كده مكتوب قدامها 0 0 0. طيب هل كميات العلف دي، الذرة والصويا والنخالة والشعير، دول اجماليهم طن، اجماليهم 1000 كيلو؟ لا، اما تجمعهم على بعض بتلاقيهم مش طن، مش 1000 كيلو، اقل شوية. طب الشوية دول راحوا فين؟ الشوية دول اللي هي عبارة عن الاضافات الاخرى اللي موجودة في طن العلف، واللي هي بطريقة الحال ما فيهاش بروتين، فانا مش كاتب نسب ليها. لكن انت بتنسب كمية البروتين بتاعت الاعلاف اللي في الخلطة الى الالف طن، مش مجموع مواد العلف بتاعت الخلطة وبس، لا مضاف اليها كمان الكميات الاضافات، يبقى بتنسبها للالف كيلو. طيب هنجمع بقى كمية البروتين اللي موجودة في كل مادة علف في الخلطة. الذرة فيها 22.5، الكسب الصويا 62، النخالة 36، الشعير 30، مجموعهم كلهم كام؟ مجموعهم تحت خالص في الإجمالي أهو 159.9 كيلو بروتين. 159.9 كيلو بروتين بتتقسم على 1000، 1000 كيلو على الطن، وتضرب في 100 يطلع 15.9 نسبة البروتين في العلاقة، 15.9. يبقى باختصار احنا بنشوف كل مادة علف داخلة نسبة البروتين فيها كام، ونضرب نسبة البروتين في الكمية بتاعت مادة العلف اللي موجودة في الخلطة، تطلع لنا كمية البروتين، وهكذا في كل مواد العلف، والاجمالي بتاع
كمية البروتين في العليقة كلها بنقسمه على 1000 كيلو اللي هو الطن، يطلع لنا نسبة البروتين. الموضوع طبعا سهل جدا. نفس اللي احنا عملناه في البروتين هنعمله في الطاقة او التي دي ان. هنقول ان الذرة داخلة بنسبة قلنا 250 كيلو فرضا، يعني انها 250 كيلو. نسبة التي جي ان في الذرة كام؟ انا افترض ان هي 85%. على فكرة الذرة هتلاقيها في الان ار سي حاسبها 90%، وهتلاقي مراجع تانية بتحسبها 85-84%. احنا هنفترض ان الذرة التي دي ان بتاعتها 85%. طيب عايزين نجيب كمية التي دي ان اللي موجودة في ال 250 كيلو ذرة. الذرة داخلة بكمية 250 كيلو، هتضرب في ال 85% اللي هي محتواها من التي دي ان، يطلع كمية التي دي ان اللي موجودة في ال 250 كيلو ذرة. يبقى ال 250 في 35% تطلع 212 كيلو تي دي ان. نفس الشيء في قصب الصويا، الصويا داخلة بكمية قد ايه؟ 130 كيلو. في الخلطة داخلة بنسبة او بكمية 130 كيلو. ال 130 كيلو دول فيهم كمية قد ايه من الطاقة؟ هنضرب ال 130 في 80%. 80% دي اللي هي ايه؟ اللي هي نسبة تي دي ان في قصب الصويا. تطلع كام؟ تطلع 104 كيلو. يبقى ال 130 كيلو قصب صويا فيها كمية من التي دي ان مقدارها 104 كيلو تي دي ان. ونفس الشيء اللي احنا عملناه في الذرة والقصب هو هو النخالة، هو هو الشعير. نقول مرة تانية الشعير بسرعة، الشعير دخل ب 250 كيلو في الطن، التي دي ان بتاعت الشعير 75%. يبقى هنضرب 250 في 75% يطلع لنا كمية التي دي ان اللي موجودة في ال 250 كيلو شعير. الموضوع سهل خالص، مجرد ان احنا بنضرب كمية مادة العلق في الخلطة في محتواها من او في نسبة التي دي ان بتاعتها، يطلع لنا الكمية بتاعت التي دي ان. نعمل القصة دي في كل مواد العلف، وفي الاخر نجمعهم كلهم نقسمهم على 1000 ونضرب في 100. الموضوع طبعا زي ما احنا شايفين بسيط خالص، بس كان في ناس سألتني عن القصة دي بتتعمل ازاي. طيب لما بنيجي نعمل تركيبة علف او خلطة بنشوف طبعا المصادر بتاعت البروتين والمصادر بتاعت الطاقة. المصادر بتاعت البروتين أشهرهم قصب فول الصويا والأكساب بصورة عامة. أما مصادر الطاقة فبتبقى الذرة، الشعير اللي هي فيها طاقة عالية. طب هل بنختار لو مسكر مثلا مصادر البروتين، هل نختار أرخص مادة في الأكساب وخلاص يبقى احنا كده جبنا السعر الاقل؟ لا طبعا، لازم نختار بناء على سعر وحدة البروتين. احنا بنتكلم دلوقتي عن مصادر البروتين، يعني هنشوف المثال دوت سعر وحدة البروتين في الصويا. بنحسبه ازاي سعر وحدة البروتين في الصويا؟ ان احنا بنقسم سعر الطن الصويا على محتوى الطن من البروتين. يعني لو فرضا الطن ب30,000، طبعا الاسعار كل يوم بشكل ما علينا، احنا بنفترض ان سعر الطن الصويا 30,000، هنقسمه على محتوى هذا الطن من البروتين. الصويا فيها 48% بروتين، يعني الطن فيه 480 كيلو بروتين. يبقى 30,000 اللي هي سعر الطن على محتوى الطن من البروتين اللي هي 480، يطلع 62.5 جنيه. طيب تعالى نشوف بقى سعر وحدة البروتين في قصب القطن المقشور مثلا. برضو بنفس الطريقة بيبقى سعر الطن بنقسمه على محتوى الطن من البروتين. لو فرضنا ان سعر الطن في قصب القطن المقشور 26,000 جنيه مثلا، هنقسمه على محتوى هذا الطن من البروتين. نسبة البروتين في قصب القطن المقشور بيبقى في حدود 40%، يعني الطن فيه 400 كيلو. فهنقسم السعر اللي هو 26,000 على 400 كيلو بروتين، يدينا 65 جنيه. يبقى سعر وحدة البروتين في الصويا 62، في حين ان سعر وحدة البروتين في قصب القطن 65. يبقى هنا الارخص
الارخص هنا هي الصويا، في حين ان سعر الطن بتاعها اغلى من سعر الطن في كسب القطن المقشور. علشان كده احنا مش بنبص لسعر الطن بصورة عامة، لا احنا بنحسب سعر وحدة البروتين في مادة العنف وناخد الارخص. نفس الشيء، نفس اللي احنا عملناه هنا في البروتين بنعمله برضو في الطاقة في التي جي ان. هي سعر وحدة التي جي ان في الذرة مثلا، بنقسم سعر الطن الذرة على محتوى الطن من التي جي ان. لو فرضا سعر الطن من الذرة 15,000 مثلا، يعني بنقسمها على 850. ليه؟ لان التي جي ان في الذرة هتبقى مثلا 85%، يعني الطن فيه 850. يبقى ال 15,000 سعر الطن على ال 850 يطلع 17.6، ده سعر وحدة الطاقة في الذرة. بنفس الطريقة هنحسب سعر وحدة الطاقة اللي معبر عنها بالتي دي ان، هنحسبها في الشعير. يبقى برضو سعر طن الشعير هنقسمه على محتوى الطن من الطاقة، فرضا ان ثمنها 14,000 جنيه للطن، هتتقسم على 760 كيلو. ليه؟ لان نسبة الطاقة او التي دي ان في الشعير 76%، يعني الطن فيه 760 كيلو. يبقى 14,000 على 760 يطلع 18.4. هون الارخص هنا سعر وحدة الطاقة هنا في الذرة هي الاقل 17.6، في حين ان سعر وحدة الطاقة في الشعير تبقى اعلى، بتبقى 18.4. يبقى احنا في الحالة دي بنشتري الذرة كمصدر للطاقة، مش بنشتري الشعير مصدر للطاقة، رغم ان سعر طن الشعير اقل من سعر طن الذرة. لكن زي احنا ما قلنا قبل كده ان احنا مش بنبص لسعر الطن، بنبص لسعر وحدة البروتين في مادة العلف وسعر وحدة الطاقة في مادة العلف. طيب احنا كده بنشوف مادة العلف فيها قد ايه بروتين وفيها قد ايه طاقة. طيب احنا عايزين معادلة او عايزين حاجة، طريقة تحسب تقيم قيمة المادة الغذائية بمحتواها من البروتين ومن الطاقة في نفس الوقت. لكن احنا كده بنقيم مادة العلف على اساس البروتين لوحده، ونرجع نقيمها تاني على اساس الطاقة لوحدها. لا، احنا عايزين نقيم مادة العلف بكل محتواها من القيمة الغذائية، خاصة طبعا الطاقة والبروتين. دي طبعا تبقى عملية صعبة شوية، لكن انا عملت برنامج اسمه سعر الاعلاف تطبيق، ونشرته هنا وقلته هنا على القناة، وهسيب اللينك بتاع الفيديو دوت في صندوق الوصف اللي حابب يبص عليه. يعني البرنامج ده بيطلع لك على طول سعر مادة العلف اللي تستحق هذه المادة بناء على القيمة الغذائية بتاعتها، مش بناء على سعر السوق، بناء على هي تستحق سعر قد ايه، وتشوفها انت في السوق هل السعر اللي موجود في السوق اعلى من القيمة الغذائية بتاعتها، يعني ما تستاهلش هذا الرقم الكبير مثلا من الفلوس، ولا تستاهل. البرنامج ده وشرح البرنامج هسيب الفيديو اللينك بتاعه ان شاء الله في صندوق الوصف. اللي حابب يقول اي تعليق، اي نقد، اي اقتراح، اي حاجة يكتبه في التعليقات. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.